السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. إخواني دائما أخواتي، نسمع دائما عن موضوع الطلاق للضرر، الطلاق للضرر، الطلاق للضرر، وقد كثر وهو كثير. والحمد لله إن المشرع في السنوات الأخيرة تدارك ذلك، لأن شاف أن العملية الطلاق انتشرت بشيء غير طبيعي في القانون القديم، فتدخل المشرع وغير اللي بنشرح عنها. شو يعني الطلاق أصلا للضرر؟ أساس أنا بتجه للمحكمة بطلب طلاق للضرر، سواء للمرأة أو من الزوج أو الزوج، يعني بمعنى أن هناك إيذاء، أذى، حصل أذى من هذا الزوج أو حصل أذى من هذه الزوج. الإيذاء كل أنواع الإيذاء، سواء نقول إيذاء مادي يعني ضرب، تكفيخ، غيره، اعتداءات بالضرب وغيره، أو ممكن يكون معنوي بالتضييق عليها، يعني باستفزازها، استفزاز أحد الطرفين للثاني، السب، الشتم، التحقير فيما بينهم، المغايض، اللي يجيب لك الأشياء اللي تثيرك، تستفزك، اللي تخليك أنك مو مستقر، اللي تدفعك أنك أنت تطلب غير الطلاق. يمتد هذا السب والشتم إلى الأهل، يا بنت الذين، يا ولد الذين، غيره، يدخل فيها الأهل وغيرهم. في هذه الحالة هذا سبب من أسباب فقط، فلما أنت تأتي وترتكز عليه في دعوتك، أو أن أنت تقولين مثلا أني أنا طالب طلاق للضرر لأن الزوج قد اعتدى علي بالضرب، وأني قدمت شكوى أمام المحاكم، وأن المحكمة حكمت، وهذا اللي حصل في أحدث حكم في محاكم التمييز في دبي، قدمت الشكوى وصدر الحكم الآن بالإدانة، تغريمة 5000 درهم، رفعت الدعوة مباشرة للطلاق بالضرر، وحطت الركيزة الوحيدة اللي عندها هي أن صدر حكم بالإدانة، بينما الأسباب تتعدد. الهجر مهم جدا، المعاشرة، في المعاشرة الزوجية على الفراش، نحن للأسف أن من مجرد ما يحدث خلاف بين الزوجين انعرفت الآن السالفة، من كثر قضايا اللي نشوفها واسمعها، كل واحد تبنى له حجرة. الأولاد ضايعين على فكرة، ترهم يشوفون أبوهم يوم في الصالة، يوم في الميلس، يوم جي، يوم راقد، شو السالفة؟ هم مو بعارفين، يعني مو فاهمين شو الموضوع الحين اللي بينكم، مع ان الهجر مفروض يكون في الفراش، وهجروهن في المضاجع، ويكون بالنسبة لها لا. فلما يكون الضرر سواء للزوجة التي تمتنع الزوجة عن إعطاء حقها الشرعي في المعاشرة الزوجية والعلاقة الحميمة، أو أنه يأتي، أو أنه يأتي، وأنا دائما أسأل اللي يتصلون عن هالشيء لأنه مهم جدا، نوعية المعاشرة بالفعل، هل هو بالفعل تغنيك عن الحرام؟ هل هو بالفعل شيء يرضي النفس؟ هل في تغير حدث الآن؟ هل تحس أنه فقط تأدية واجب وانتهى، ولا يوجد فيها أبدا شيء من أنواع المتعة بين الزوجين؟ هذه من الأسباب. أيضا يجوز إثبات الطلاق بكل يعني الأشياء الشرعية من الشهود، ونأخذها بالشهود الإثبات ذلك بالبينة الحقيقية اللي موجودة بالشهادة، يعني رجلان أو رجل وامرأتان، وليس تنقيص للمرأة في هذه الحالة، إنما أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلابد أن نبرز هذه الأشياء، أما أن تعتمد على ركيزة واحدة. طيب الآن أثناء الدعوة حكمت المحكمة مثلا بالطلاق، وعطت كل الأمور الثانية اللي أنتوا عارفينها، نفقة وا 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 إلى آخره، صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والبراءة. إذا هذه الركيزة الوحيدة والدليل الوحيد اللي مستمد أصبح براءة، ولم يثبت أنه قد تم الطعن عليه أمام محكمة التمييز، فأصبح نهائي وبات بالنسبة لهم، وانتهت فترة، إذا أصبح حجية هذا الحكم، أصبح حجية، ما يجوز الآن بالنسبة لي شيء إن أنا الآن أأتي وأقول لا أنه ضربني وقد اعترف، وما يفيد، خلاص الآن صدر حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعلان البراءة.
فالأمور اللي احنا ندخل فيها بهذه يعني بيننا بالأولاد وغيرها يعني لازلنا نفس الطلب. وأنا قلت إن المشرع في الفترة الأخيرة بعد ما شاهد هذا يعني الطلاق الذي كان في القانون القديم بأمانة نتكلم فيه لا كانت كمية غير طبيعية. الآن لما وجد هالشيء ويرفض معظم القضايا، طيب إن الآن ترفضت القضية والاستئناف رفضت والمحكمة التمييز مثل ما عندنا الحين الحكم رفضت الآن، إذا استمر الشقاق استمر النزاع استمر شيء ومو عارفين شو نسوي، طيب من رفضت القضية شو الحل بفترة معينة نتقدم للتوجيه الأسري ولم يتم الصلح، هنا ندخل في موضوع الحكمين وغيره. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. تحياتي.